في أول زيارة للجامعة العربية، عقد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية للتشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، في ضوء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. تناولنا القضايا الإقليمية الهامة وقضايا العمل العربي المشترك والإعداد للقمة التنموية المقبلة في موريتانيا إن شاء الله في شهر نوفمبر المقبل، وتحدثت أيضا عن أوضاع الجامعة العربية ومسؤوليتها والنظرة إليها في هذا الإقليم. خلال كلمته أمام المندوبين الدائمين للجامعة العربية، أكد والد الشيخ على أهمية التعاون العربي في كافة المجالات، وأن بلاده تعمل جاهدة على أن تكون الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية والمقرر عقدها في نوفمبر القادم في موريتانيا محطة متميزة للنهوض بالعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. حرصنا على تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع أشقائنا العرب، إيمانا منا بحتمية ترقية عملنا العربي المشترك، وباقتضاء ذلك ضرورة لتنويع وتكثيف تعاوننا الاقتصادي البيئي. ولذا فإن بلادنا تعمل اليوم جاهدة على أن تكون الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المجمع عقدها يومي 6 و7 نوفمبر القادم في العاصمة نواكشوط محطة متميزة في النهوض بالتعاون الاقتصادي للعمل العربي المشترك. شدد الرئيس الموريتاني على أهمية التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية. زيارة مهمة للرئيس الموريتاني للجامعة العربية، والتي تأتي وسط تحديات مختلفة على كافة المستويات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي في ظل الترقب للقمة العربية الاقتصادية والتي ستعقد في نهاية هذا العام في موريتانيا. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.